وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من أديس أبابا موفد النيل علاء رشوان. علاء، ضعنا في المشهد لديك من خلال متابعتك للقمة الأفريقية العادية 33. نعم، بعد اختتام الجلسة الافتتاحية التي ترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلم خلالها رئاسة الاتحاد الافريقي للعام 2020 الى دولة جنوب افريقيا برئاسة الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا، وكما تابعنا جاءت هذه الكلمات التي ألقاها سواء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي او رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وايضا عدد اخر من المتحدثين، جاءت خلالها اشادة بالانجازات والخطوات التي تحققت على صعيد تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك في خلال عام كامل ترأست خلاله مصر الاتحاد الإفريقي. في هذه الأثناء تعقد جلسات مغلقة في إطار القمة 33 للاتحاد الإفريقي، جلسات تتناول عدد من الموضوعات والقضايا أبرزها قضية الإصلاح المالي والمؤسسي والإداري لمنظومة عمل الاتحاد الإفريقي بأجهزته ومكاتبه ولجانه التنفيذية، وأيضا هناك جلسة تدور حول الأزمة الليبية ومستجدات الأزمة الليبية وتأثير هذه المستجدات على حالة السلم والأمن في إفريقيا خاصة في دول الساحل والصحراء. عودة مرة أخرى لأصداء الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه للجلسة الافتتاحية للقمة العادية الرقم 33، أكد السيد الرئيس على عدة مبادئ انتهجتها الرئاسة المصرية للدورة السابقة، من بينها ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، وأيضا ربط مفهوم السلام والأمن المستدامين بمفهوم التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار أطلقت مصر والرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي عدد من المبادرات التي تهتم بالأساس برفع وتحسين البنية التحتية في قارة إفريقيا عبر عدد من المبادرات، مثل مبادرات الربط الكهربائي أو الربط السككي أو الربط البري بين دول القارة الإفريقية، للعمل على تسهيل انتقال الأفراد والبضائع وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج القاري في دول القارة الإفريقية. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن الرئاسة المصرية حرصت على تعزيز أواصر التعاون بين القارة الإفريقية من جانب وبين الشركاء الإقليميين والدوليين وكافة المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات وتأمين مزيد من الاستثمارات للسوق الإفريقية للعمل على التنمية المستدامة وتطبيق أهداف التنمية الأجندة 63. أيضا كانت هناك إشادات متفرقة جاءت على لسان موسى فقير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عندما أكد أنه على الرغم من أن هذا العام كان حافلا بالتحديات الأمنية والسياسية، إلا أن الرئاسة المصرية نجحت وباقتدار في التعاطي والتفاعل مع هذه المعطيات وهذه التحديات، ونجحت في تشكيل وعي إفريقي بأن الحلول الإفريقية لابد أن تكون هي الحلول المعتمدة لكل التحديات والمشكلات الإفريقية دون تدخلات من أطراف دولية أو إقليمية. أيضا جاءت الإشادة من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما أكد أن الرئاسة المصرية سعت إلى ترسيخ وتعزيز العلاقات تبادل بين الاتحاد الافريقي وبين منظمة الامم المتحدة في التعاطي مع الكثير من القضايا، ليس فقط القضايا الاقليمية الافريقية وانما ايضا القضايا الكونية، مثل التعاطي مع قضايا النازحين، قضايا اللاجئين، قضايا التعليم، قضايا تمكين المرأة والشباب، وقضايا مكافحة الفقر او مكافحة الارهاب وغيرها من هذه الملفات التي تهم ليس فقط افريقيا وانما نعم، أشكرك الزميل علاء رشوان موفد النيل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هذه المتابعة الوافية.